السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. كشف مصدر أمني أن المتهم بالهجوم المسلح على منزل في محافظة البصرة احتمى في مقر تابع لميليشيا مسلحة هربا من القوات الأمنية، لا سيما بعد كشفه هويته. وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت قيام شخص بإلقاء قنبلة يدوية على منزل في حي الحسين في محافظة البصرة، فيما توصلت القوات الأمنية لعنوان المهاجم. وبحسب وثيقة رسمية فإن مديرية مكافحة إجرام المحافظة توصلت إلى المتورط ويدعى علي شمخي من خلال تعقب كاميرات المراقبة. دعونا نتابع المقطع الذي سجلته كاميرات المراقبة والذي يبين إلقاء المتهم للقنبلة اليدوية. واشنطن نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، حيث رصدت كاميرا مراقبة هجوما مسلحا بقنبلة يدوية أيضا استهدف منزلا في محافظة البصرة كذلك. لنشاهد. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن الملف الأمني في العراق، حيث أظهرت كاميرات مراقبة لحظة مقتل شاب بإطلاق النار في رأسه في قضاء الحسينية بالعاصمة بغداد من قبل مجهول، في مشهد يعكس حالة الانهيار الأمني الذي يعاني منه العراق. دعونا نشاهد. المشاهد قاسية مشاهدينا الكرام، لكن من الواجب أن نعرضها لكي تشاهدوا حجم الانفلات الأمني والانهيار والفوضى الأمنية الحاصلة في العراق. منذ الغزو الأمريكي مشاهدينا الكرام للعراق تعددت مظاهر فوضى السلاح في البلد، منها سلاح العشائر، سلاح عصابات الجريمة المنظمة، سلاح الميليشيات الطائفية التي هي أذرع أحزاب تتغذى من دعم دول إقليمية، بالإضافة إلى السلاح المنتشر في السوق السوداء والذي يسهل شراؤه بدون وجود قوانين رادعة. منتسبون في القوات الأمنية قاموا بإطلاق عيارات نارية بطريقة استفزازية، بطريقة مستهترة في مقر عمل رسمي. دعونا نشاهد هذا المقطع. Let's go!
نبقى مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. أظهر مقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي أثناء استقبال عدد من حجاج بيت الله الحرام. لنشاهد. هذا الملف لا ينتهي عند هذا المقطع مشاهدينا الكرام. يعد إطلاق النار العشوائي في العراق من أخطر الظواهر المجتمعية التي نتجت عن انتشار السلاح بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه وعدم اتخاذ الجهات الأمنية الإجراءات القانونية الشديدة بحق من يطلقون النار عشوائيا في المناسبات. طبعا أثار مقطع مصور حفل زفاف في منطقة اليرموك في بغداد، أثار هذا المقطع ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي بسبب رمي الرصاص الحي العشوائي. لنشاهد. لنتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من رحمن يقول: هذا الدليل، ماكو دولة ولا قانون. تعليق من يزن يقول: طبعا أول سبب هو ضعف الدولة المخزي تجاه هذا الموضوع. براق يقول: وين تطيح هاي الطلقات؟ اشقد فقدنا عزاز وأصدقاء من ورا هاي. وتعليق لدينا من حازم يقول: صورهم موجودة ومكان بيوتهم واضح، يصدر أمر قبض بحقهم ويطبق بحقهم وبحق غيرهم القانون. لو هاي الدولة قانون هيطبق بس على الما عنده ظهر؟ هذا السؤال مهم جدا ويطرح يوميا مشاهدينا الكرام في الشارع العراقي، على من يطبق القانون؟ نستمع الآن إلى السيد أبو علي من أبو غريب. تفضل يا أبو علي، حياك الله. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي أبو غريب بالضبط، حتى سوق أبو غريب فلشوه، سوق أبو غريب هذا اللي نروح نتسوق فيه فلشوه، فلش القائم مقام مدير بلدية أبو غريب. ليش؟ كهرباء مسدودة. بس لحظة يا أبو علي، لحظة أبو علي تسمعني؟ نعم. ليش فلشوا السوق؟ كان عرق سوق في ابو غريب وفلش القايم مقام، هذا لازم ابو غريب من راح صدام حسين الله يرحمه لهذا اليوم. يعني اكو مخالفات او تجاوز يا ابو علي في سوق ابو غريب قادهم الى هدمه؟ اسمع ابو غريب عمي، قبل عهد الرسول كان اكو سوق اسمه سوق حباشة، صار عنده هسه ابو غريب صار
طيب وباقي الخدمات، باقي الخدمات في ابو غريب مفقودة ايضا؟ الخدمات صفر. نعم. اللعبة هو مدير البلدية لازم، احنا ما عندنا واحد برلماني لازم ابو غريب. نعم. طيب. شريف يقود ابو غريب وقادهم وحسين الفلوجي طلال الزوبعي كريم ابو ساده وحسين وطلال حسين ست برلمانيين كل واحد اخذ فلوسه وطلع للخارج. نعم. انا احكي لك الواقع عن ابو غريب. نعم انا اشكرك يا ابو علي من ابو غريب، وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك للمشاركه. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى الموضوع الآخر لدينا، وهو تظاهرات الخريجين المطالبين بالتعيين في محافظات عراقية مختلفة. تظاهر خريجو معاهد الأجهزة الطبية في محافظات نينوى النجف وبابل أمام وزارة الصحة للمطالبة بشمولهم بالتعيين المركزي، واتهم المتظاهرون حكومة الإطار التنسيقي بالتنصل من وعودها السابقة بالتعيينات. دعونا نشاهد. مستمرون مشاهدينا الكرام ضمن هذا الملف، حيث تظاهر المتقدمون إلى الدراسات العليا أمام مبنى وزارة التعليم العالي في بغداد مطالبين بإشغال المقاعد الدراسية والتوسعة. لنشاهد. في مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، حدثت مصادمات بين متظاهري كليات الهندسة في محافظة ميسان المطالبين بالتعيين والقوات الأمنية. لنشاهد. أيضا نستمر ضمن نفس الموضوع، حيث وقع اعتداء وتجاوز من قبل القوات الأمنية على مهندسين متظاهرين أمام شركة نفط البصرة، تحديدا ليس من قبل القوات الأمنية وإنما من قبل أحد موظفي مكتب المحافظ بعد أن قام المتظاهرون بمنعه من الدخول. لنشاهد. يلا حجي. انا مو بالنفس.
يلا مطب صوروه صور عاد مش كنت وانت جاي تدعم الولد وانطق البنيه حكي البنيه حكي السياره رجع ما ترجع انا حكي انا رجع لا كبر اكبر اتوخر مين مين جيبه جيبه كلا ليش تطقين ابني؟ ليش على الولد؟ جات انت جات انت ضربت السياره. نستمر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الملف، حيث تعرض عدد من المهندسين المحتجين امام شركة نفط البصرة للضرب من قبل القوات الأمنية. وخرج عدد من المهندسين محتجين أمام شركة نفط البصرة للمطالبة بفرص عمل، حيث تعاني هذه الشريحة من الخريجين في العراق من غياب التعيين وانعدام فرص العمل وسط فشل حكومي في معالجة أزمة البطالة. لنشاهد. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، حيث تحدث عدد من المهندسين من أمام شركة نفط البصرة عن مطالبهم المشروعة والمتمثلة بحصولهم على التعيين وزيادة عدد الدرجات الوظيفية في المحافظة كونها من أغنى المحافظات العراقية بالنفط وتوفير الدورات التطويرية والتدريبية. دعونا نشاهد. اليوم من أمام شركة نفط البصرة طلعنا من مظاهرات مبالغ بحثنا هو التعيين، نناشد رئيس الوزراء وسيادة المحافظ ووزير النفط انه يوفر لنا فرص العمل، وكون البصرة هي اقتصاد العراق فنطالب المهندسين انها تحصل اكبر من الدرجات الوظيفية او يوفر لنا او يوفروا لنا برامج تدريبية وتطويرية. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع اليوم لفيف من المهندسين للمطالبه بحقوقهم بالتعيين بالحكومه على دوائر الدوله، اسوه بقرنائهم الذين سبق تعيينهم ومن هم احدث منهم في سنوات التخرج. لذلك قام اليوم المتظاهرون بقطع باب شركه نفط البصره المكيني للمطالبه بتلك حقوق المشروع. جمعنا اليوم هنا امام شركه نفط البصره المطالبه بحقوقنا وهو حق التعيين، كونه اكثر فئه مهمشه في البصره فئه المهندسين. فناشد رئيس الوزراء الوزراء والنواب خصوصا نواب البصره ان ينظرون بنظره الاب كون ابنائهم والمطالبه بحقوقنا. الرحمن الرحيم. نحن مجموعه كليات الهندسة من مختلف التخصصات الهندسية، خرجنا اليوم أمام بوابة نفط البصرة للمطالبة بالحقوق الهندسية وهو التعيين، وهذا هو أبسط حق نطالب من سيادة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البصرة المحترم ووزير النفط المحترم أن ينظروا إلى أولادهم وهم يفترشون الأرصفة والشوارع بهذا الجو الحار، للمطالبة بأبسط حقوقهم
وهو التعيين الذي حرم منهم سنوات طويلة. نطالب نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع وهذه المطالب. ليلى تقول: كفاءات البصرة تظلم من التعيين في أكبر حقول النفط في العالم. مهندسي البصرة أعدادهم قليلة فوق بحار النفط، مفترشين الشوارع باحثين عن العمل. لن نتراجع إلا بعد تحقيق المطالب. نطالب بشمولنا بقرار 192 أسوة بإخواننا المهندسين. تعليق من جعفر يقول: يا بلد الخير، هيك حال المهندس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصفوا مهندسي البصرة. تعليق لدينا من نور يقول: ينبغي الالتفات للمهندسين المهمشين وإنصافهم أسوة ببقية الشرائح. وأحمد يقول: يعامل المهندس بالسلاح، هل هذا استحقاق أبناء البصرة بعد التعب والمعاناة؟ طيب نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيدة أم أحمد من مدينة الموصل. تفضلي يا أم أحمد، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عرفش كنت عاد تحكي يعني هسه قبل شوي، لأن أنا برا عاد أخابر، بس إيش عندك قضية يعني يا أم أحمد؟ تفضلي. والله عندي قضية مال سيطرت من نروح على المواجهة على السجون على ولادنا. نعم. يعني تعاملهم ما مليح، يعني ما كلتهم البعض. يعني الجمعة الساعة احنا مواجهة على ولادنا بالرجعة، ما سيطرت العقرب، اللي بعده سيطرت العقرب. نعم. معف الحضار، معف يعني وقفوا الجمسيات وصاغ يعني يعني فترة طويلة، يعني سألنا قلنا ليش يعني وقفوا الجمسيات؟ أشكوا التم والشرطة الجيش يم أول جمسيات. يعني بس لحظة أم أحمد حتى أفهم عليك أكثر، يعني شنو وقفوا الجمسيات؟ يعني شلون؟ احنا يعرفون اكو مواجهه هذاك النهار الجمعه والسبت، مبلغين السيطرات اكو مواجهه النساء لولادها. ما نعم. تمام نعم. ايه يقولون لنا السبت يروحون، قالوا مواجهه، السائق يطلع يقول ايه. طيب بالرجعه قبل ما وصلنا الموصل اكو سيطره الحظر يمكن. نعم. قبل الاخير يعني وقفوا اول جيمسي، احنا اربعه خمسه نطلع سوا يمشون. حتى واحد من يعطى يصير شيء واحد يساعد الله. طيب شو تأخر أول جلسي وإحنا وراهم ننتظر تقريبا 10 دقائق، راح السائق قلنا له بشوف ليش يعني واقفين، إحنا شريدوا من عندنا. نعم. يعني تعرف والله نخاف يعني بصراحة، لأن تعاملهم ما مليح. جاء السائق قال والله إيش أقول لكم، يعني على مود إيش واقفين؟ قلنا له دحكي، قال والله على مود بنات حلوين بالسيارة وقفوهم، يعني يصير هيجي ما عيب، يعني ما يخافون على عرضهم، ما عندهم بنات. ما عندهم زوجات، واحنا كلتنا نسوان. ام احمد يعني دولة شنو جيش شرطه حشد شنو دولة؟ ما بعرف، بس هي مبالي اهل السيطرات اللي واقفين بالسيطرات. نعم. يعني انا هاي ثاني حاله قدام الله وكيل، يعني تحرش يعني حتى يتحرشون يعني بالبنات اللي موجودات بالسيارة. انا فيها بنات حلوين، الله وكيل، السائق استحى، يعني احنا الجنسي مالنا كله نساء كبار بالعمر. نعم. احنا ما وقفونا، وقفوا قبلنا وتحرشوا بناس مارين من السيطرة، يعني لو بذوي معتقلين يا أم أحمد. لا لا، النساء المواجهين، الزوجات يواجهون والأمهات والخوات. نعم. تعرفهم كلهم شابات. نعم. يجون مع أمهاتهم يعني على مود يساعدوهم مرافقين. نعم. يعني كن يوقفوهم بحجة وين كنتوا تون هوياتكم، يعني مظلوم بالحكي، ويا ماكو شيء عندنا تفتيش، كنا ندقينا حاسبات وتفتشنا ورحنا وجينا، بس هذا كلام. نعم. يعني انا ثالث حاله اصيق قدامي الله وكيل، كل ما اروح نجي نخاف من السيطرات. هذه الحاله تتكرر في كل مره تروحون وترجعون؟ ايه انا هاي الثالث مره انا قدامي صارت هاي الحاله الله وكيل. نعم. مره يعني جايين مره بسيطره العقرب، بنسافر اول مره قبل. نعم. سنتين هذا الحكي، ام راكبه بنت هي وامها عجوز يم السائق صف، واني ورا السائق قاعده. طيب جابوا اللي فتشنا ياخذ الهويات يدق حاسبه، قال شلون تفرح من الصبح البنت يعني قاعده بامها، يعني كلتنا استحينا السائق، يعني يصير هيك حكي من الصبح؟ ما عيب، ما عندك اخت، ما عندك زوجه. نعم. تقول هذا الكلام. سيدة أم أحمد الله يكون بعونكم، أنا أشكر حضرتك للمشاركة ولإطلاعنا على هذه الجزئيات المهمة حقيقة، والتفاصيل اللي ضروري يسمعها المواطن العراقي اللي بعده يعتقد أنه أكو أمل بهذه الحكومات الموجودة في العراق. هاي إفرازاتهم وهاي تربية الميليشيات وتربية الأحزاب اللي جاءت لحكم العراق. حماة الأعراض وينكم؟
وينكم عن هذا التحرش اللي دي يصير في السيطرات الأمنية مع نساء وزوجات المعتقلين؟ تحرش من قبل الأجهزة الأمنية، وين وزير الدفاع؟ وين وزير الداخلية؟ وين ذولا اللي دي يصدعون رؤوس العراقيين يوميا بتحرير المناطق وحماية الأعراض؟ طيب نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بقضية الكهرباء وهي التحف الفنية. أكدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية أن أسباب الأزمة الكهربائية تتمثل في غياب الإرادة السياسية، معتبرة ملف الغاز الإيراني ورقة ضغط سياسية. وحذرت اللجنة من تظاهرات عارمة إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي، مضيفة أن الحكومات السابقة لم تستثمر الأموال الكبيرة التي خصصت للكهرباء، وأن العراق سيظل يعاني من أزمة الكهرباء طالما أنه مستمر بحرق غازه والاستيراد من إيران. أضافت اللجنة أن حل أزمة الكهرباء وتأمين التجهيز على مدار الساعة بحاجة إلى 5 سنوات، بشرط دخول محطات جديدة للعمل من أجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. نأتي هنا إلى المتحدث باسم وزارة الكهرباء الحالية أحمد موسى، يقول: نمنا في الليل واستيقظنا صباحا لنجد أن الغاز مقطوع بدون بلاغ مسبق، وكأنه مواطن عادي وليس متحدث باسم وزارة المفروض دورها معرفة كل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالكميات التي ستأتي إلى العراق من الغاز. وإن كانت إيران تسعى إلى قطع أو تخفيض نسبة الغاز المصدر إلى العراق، أيضا يجب أن يكون لدى وزارة الكهرباء والحكومة بشكل عام اطلاع كامل ومسبق عن هذا الموضوع. لنستمع ثم نعود. 25 مليون نمنا بالليل 45 الغاز، صبحنا الصبح 20 مليون الغاز وقف بالكامل عن الجنوب ونزل عن بغداد من 35 للـ20. شنو سوى منصورية بدياله طفت؟ راح أشيلك المشكلة ويعرف يقول أنتوا بعد لو إلي لو علي. منصورية طفت بدياله، صدر غازية بالحميدية طفت، جنوب بغداد طفت، الرشيد طفت، التاجي طفت، خور الزبير بالبصرة طفت، النجيبية تحددت، الخيرات تحددت، الحيدرية تحددت، الحلة الغازية تحددت. كانت عندكم دراية راح يصير هالشكل؟ ما عندنا بيوم وليلة، أقول لك ما لا أشعرنا الجانب الإيراني ولا مباشرة خفض الغاز. هل قال أخواتنا ليش قصيتوا الغاز بيوم وليلة؟ كان نطلبكم فلوس. خوش تطلبون فلوس أنتم البارحة تطلبون فلوس لو ما 7 سنين اللي ورا ذني. قالوا لا ما يا ابا ما اعطيتونا عطوه نعبر الصيف. زين ما اعطيتونا عطوه بس نعبر الصيف، هسه انتم معقوله ويا ال 51 درجه مئويه طفيتوا الغاز؟ تمام؟ واحد ظلالها وين القت؟ علينا كهرباء صح؟ زين اخواتنا احنا دافعين الفلوس كلها كامله بالكهرباء، احنا كل الفلوس دافعيها، عند من؟ عند التي بي اي. اخواتنا التي بي اي ليش ما توصلون الفلوس؟ قال والله انا عليهم عقوبات امريكيه وكلها مصارفهم بالبلاك ليست. كلها بالقائمه ما اقدر لمن اوصلهم. هو الحل زين ابو التي بي اي ما وصل وغاز وطني ما يكفي وغاز مورد تم نقصانه. ننتقل الى مقطع اخر مشاهدينا ضمن نفس الموضوع، حيث قطع العشرات من اهالي ناحيه الكرامه في محافظه المثنى الطريق الرابطه بين السماوه والرميثه للمطالبه بتوفير الخدمات من ماء وكهرباء في مناطقهم. لنشاهد. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، حيث الآن ننتقل إلى محافظة ميسان، إذ فرقت القوات الأمنية تظاهرات في قضاء الكحلاء باستخدام الرصاص الحي
أثناء مطالبة المتظاهرين بتوفير الكهرباء. لنشاهد. ماشي نجيب العباس. نتابع الآن التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أنس يقول: يعني إحنا ما عدنا غاز؟ ما نقدر نستخرج الغاز اللي عدنا؟ ترى والله عيب، صار 20 سنة أزمة كهرباء. تعليق لدينا من أياد يقول: كل سنة إيران تقطع الغاز في فصل الصيف، اذكر لنا سنة واحدة لم تقطع بها الغاز وأنتم لا تجدون أي حل، باقين على إيران وتخافون منها. تعليق من نديم يقول: الناس حقها تتظاهر وتسوي كل شيء، هاي مو دولة. وآخر تعليق بهذا الموضوع من علاء يقول: صار لكم 20 سنة لا استثمرتوا الغاز الوطني ولا بنيتوا محطات مال أوادم، النفط الأسود ضال، كان هسه إحنا نبيع كهرباء. مشاهدينا دعونا نستمع لرأي السيد أبو هدى من ميسان. تفضل يا أبو هدى، حياك الله. ألو أبو هدى، تفضل. مساء الخير عزيزي. مساء النور، أهلا وسهلا. آسف على الإزعاج لكن حبيت أشارك البرنامج. كل الهلا كل الهلا بك. محترم يا عزيزي. تفضل يا ابو هدى. الله يحفظك. حياك الله. عزيزي انا بالنسبه لي اليوم فقدت الامل. بشنو؟ فقدت الامل بان البلد يستقر بجميع مفاصله. من الناحيه الامنيه، الناحيه التعليميه، ولا الناحيه الصحيه. نعم. وجميع مفاصل البلد. شنو اللي قادك انه تفقد الامل يا ابو هدى؟ نعم. انا راح اقول لك ليش. نعم. يعني هي خطة أمريكا وخطة دول الجوار عفوا بأن وضعت ناس مو مناسبين في أماكن مناسبة للعمل. نعم. وخطتهم تدمير البلد. وأن وجودهم مرتبط بوجود الأزمات، فأنت تشوف البلد إذا مو أزمة، أزمة الكهرباء، أزمة التعليم، أزمة الصحة. نعم. هم دولي موجودين اليوم بالسياسة، رجال السياسة إن كان سني ولا شيعي ولا كردي، فتشوفهم عايشين على ازمات. وخير دليل بالاتحاد السوفيتي من جابوا العميل ان الاتحاد السوفيتي وصل الى 57 دوله. وهو في 5 سنوات حطهم الاتحاد السوفيتي من سيلو، قالوا خطه بسيطه جدا، وضعت الرجل الغير مناسب في المكان المناسب. اليوم ما يحدث بالبلد نفس الشيء، هم جاي يدمرون البلد، هم بحصون عاديه جالسين يعني نعم ومترفعين ومتنعمين بالحمايات والسيارات والأموال والعذاب، ويحدثوك عن الإنجازات والمنجزات. عزيزي ما عندهم أي إنجازات، ماكو بالبلد أي إنجازات. ذاك اليوم يعني للطرفه للطرفه. نعم. ولد من أهل بغداد وجا سكن بالعمارة، بنسأل على جسر الجمهورية، قلت هذا جسر الجمهورية، سمي بجسر الجمهورية من تحولت من الملكي إلى جمهورية؟ قال يعني زمن عبد الكريم قاسم، قلت له نعم، في زمن عبد الكريم قاسم هذا الجسر. يعني العمارة اليوم ميسا لا جسر، لا مستشفى، لا مدرسة، لا كذا. ليش؟ ليش؟ إذن هم جايين يدمرون البلد. والحمد لله الله يفضحهم يوم بعد يوم يا أبو هدى. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. نستمع لرأي السيدة ساجدة من بغداد. تفضلي سيدة ساجدة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي شكوتين. تفضلي.
شكوى على التعليم العالي وشكوى على اريد اوصل صوت الوزير الداخلي. طيب نسمعها وحده وحده يا سيده ساجده، تفضلي بالاولى. الوحده، انا ممرضه اعمل صار لي 28 سنه بوزاره الصحه. نعم. الجيش الابيض، الحروب كلها ما شفت يوم، تعرف انت الجيش الابيض. نعم. يعني احنا قدمنا على الدراسه عن نبدل مستوانا عن مستويات الشهادات. نعم. نجحنا الثاني، جابوا وزاري، جابوا الاسئله غير الاسئله اللي قرينا المحاضرات. خير احنا وقنعنا مظاهرات، اي وهسه وهسه اجى القرار بس الطب الثالث والطبيه 10 درجات. نعم. وممنوع القرار الرفع مال شرط النجاح. زين احنا شنو ذنبنا؟ فلوس، وتعرف كليات اهليه. صحيح. يعني مستقبلنا ضاع. نعم. اثنين، الشكوى الثانيه، ابني يريد يتعين على الداخليه بدال اخوه شهيد. راح واجى ورحنا واجينا، يقولوا له الف عندك نائب تعرف؟ اي هو يسوي لك. زين انا منين اعرف النائب او نائبه؟ مع احترامي اللي يسمعوني. نعم. يعني انا مره موظفه معيشه عائلتين، زين شو يصير؟ الراتب شو يصير؟ صحيح. هم خلي يشوفون شكواي. يعني انا باكر عقبه حط راسه وموت، هذا شنو ذنبه؟ قام الجان. يعني انا اظل انطي انطي. نعم. هم الله ما يقبل. يقول له جيبي نائب. يقول له الضابط، انا منين اجيب لي نائب؟ او نائبه يسوي لي واسطه، ما اعرف انا هذول العالم. يعني قدرون احنا الجيش الابيض بالشوارع، بالكورونا، بالدنيا، انا شكواي همت من وزير التعليم العالي اني باوع علينا، لان احنا مسائي. احنا كبار. يعني والله اريد نعادل شهادتنا، عامنا من حال الشهادات، يعني يقبلها هيك يروح مستقبل اميت ما يقبلها. الله يكون بعونكم سيده ساجده من بغداد، وان شاء الله ان شاء الله صوتكم ومناشدتك تصل الى من يسمع او الى من يهمه الامر. شكرا جزيلا سيده ساجده من بغداد. نستمع الان لراي السيده ام محمد من مدينه الموصل، تفضلي يا ام محمد. ام محمد، السيدة أم محمد من الموصل، تسمعيني؟ طيب، فقدنا الاتصال يبدو يا السيدة أم محمد. نشكرها عموما للمشاركة. ننتقل الآن إلى موضوعنا الرابع لدينا، أو الملف الرابع ضمن الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام، إلى القطاع الصحي. أكد عدد من المراقبين أن الواقع الصحي العراقي متهالك جدا نتيجة تراكمات وإخفاقات وفساد على مدار العقود، وهناك مشاكل تزيد من الوضع تعقيدا، أولها قلة مخصصات القطاع الصحي قياسا بالمطلوب، ما ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة ويجعل الكثير من المواطنين يفضلون القطاع الخاص، إضافة إلى قلة عدد المستشفيات قياسا بعدد السكان، حتى أن المستشفيات القائمة لا ترقى إلى مستوى الطموح، كما أن هناك أسبابا سياسية أخرى تعطل تطوير القطاع، إذ أن المناصب الحساسة لهذا القطاع قد تم اختيارها وفقا لمبدأ المحاصصة. في المقطع الذي ستشاهدونه الآن مشاهدينا الكرام، أحد المواطنين اشتكى من خلو مستشفى الشطرة في محافظة ذيقار من دواء الباراسيتيمول واضطراره لشرائه من خارج المستشفى، محملا مدراء صحة ذيقار هذا الإهمال. لنستمع. أنا هسه أمام مستشفى الشطرة، قنينة براستول ما موجودة داخل مستشفى الشطرة، وبالشهود وبالدليل، وخليج مدير دار الصحة الذيقار والمدراء الموجودين بدار الصحة الذيقار اللي البعض منهم ما بي حظ وما بي خير، خليج للمستشفى ويشوف قنينة براستول إذا موجودة أنا أتحاسب، بس إذا ما موجودة هو يتحاسب، لأن ما جاي يتابعون المؤسسات الصحية الموجودة بالأقضية والنواحي. قنينة براستول، وهذا مستشفى الشطرة تشتريها من الصيدلية المقاربة للمستشفى، هاي هل تجي يكشفون يشوفون هاي القنينة موجودة؟ هاي القنينة ليش ما مفرينها للناس المرضى؟ ليش يشتريها باثنين ونص المريض من برا باب المستشفى الصيدلية؟ هاي هاي للحج، هاي الله يا أخويا محمد وعلي. لنتابع الآن تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا المقطع. حسين يقول: ليش مستغرب؟ كل الأقضية هيك ومن ضمنها مستشفى الرفاعي، كل الأدوية تقريبا من برا.
تعليق من أبو سجاد يقول: جميع مستشفيات الوسط والجنوب ما متوفر بها العلاج على مود يشغلون صيدلياتهم ومذاخرهم. أحمد يقول: أي طبيعي، من زمان مستشفى الشطرة فارغة بس حجم أو وصخة فول. وتعليق لدينا من علي يقول: حدثت لسعة عقرب قبل يومين لأهلي وأرسلوني اشتريت قنينة باراسيتول ب 2500 وأبرة هايدر كازون أعتقد يعني ب 3000 من صيدلية أكسجين طوارئ الشطرة بس اسم. من الصيدلية أكسجين طوارئ الشطرة بس اسم. عموما يعني أيضا أحمد واجه مشكلة في تتعلق بقضية اضطراره لشراء الدواء من خارج المستشفى. نستمع مرة أخرى للسيدة أم محمد من مدينة الموصل، عاودت الاتصال بنا مرة ثانية، تفضلي. ألو، حياك الله يا أم محمد. ألو، تفضلي يا أم محمد. أخوي شلونك؟ أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك يا با. أنا عندي شكوى، والله عندي ولاد معتقلين بالناصرية. نعم. ومرضى وخبروا ودربوا مع حرمة راحت واجهات، قال لي لابنها إحنا مرضى خلي يجيبوا لنا علاج. نعم. اشتريت لهم علاج ورحت وديته لهم، وديته بالبطحة ما استقبلوا مني. قال لي ودي الشبكة ما يخلون العبر مع اللي يواجهوني إذا ما يختمون زينه. جربته مع الحرمة توديه لهم هناك وماخذته الحرمة، قالها والله ما طببوا، ما انطبب العلاج. ليش؟ واحنا من يانا رحنا والهالحار والكروة والله ديان سدين والعلاج اشتريته منه الوالد. ليش ما يطببوا للعلاج يا أم محمد؟ ما يطببون والله، توصلت بهم وهم مرضى زينهم، واحد عندي جرثومة بالمعاه، واحد عندي الكلى. الله يكون بعون شاء الله. ولا قبلوا العلاج ما أخذوا مني، وكل اللي الآن واجف على رجلي بالبطحة ما تقبلوا، ودربت مع الحريم اللي رح واجهن وأنا خلوني بالبطحة. لما راح الناس تقبلوا مني ناسة. نعم. ورجعني ورجعت وبس الكروة والمصاريف والحالة أكثر ماكو، والمعتقلين من هذا الأكل والمي قليل والأكل مستمن ينطونهم، وكلها مرضى متمرضين، مرضى هاي كلها جواع وسال. يعني ماكو حقوق إنسان، ماكو أحد يكشف على. لا والله ماكو حقوق إنسان بالعراق، ماكو حقوق إنسان. سيدة أم محمد، أنا أشكرك طبعا وأعتذر، والله أعتذر لأن الوقت ضيق للغاية. الله يكون بعونك أنت وكل ذوي المعتقلين الأبرياء داخل السجون والمعتقلات الحكومية والميليشياوية السرية والعلنية. مشاهدينا فيما تبقى من وقت، دعونا ننتقل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على الإهمال الحكومي للمعامل، معامل الأدوية، حيث تعيش على مدار عامين بأزمات كبيرة أدت لتراجع إنتاجيتها للدواء وانهيارها، حيث يعد التضييق على المصانع في جلب المعدات وانفتاح السوق العراقية على الأدوية المستوردة التي لم تضع لها الجهات الحكومية أي رقابة أو محدودية في الاستيراد تعد من أبرز المعوقات لتطور الإنتاج الدوائي في العراق. لنشاهد.
نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل عدد من المغردين مع وسم العشر الأوائل تناشد السوداني للمطالبة بالنظر بالتعيين أو قضية التعيين الخاصة بهم وعدم اقتصار التعيينات على الثلاثة الأوائل. لنتابع الآن بعض التغريدات. ريما تقول: الخريجون العشر الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 في الجامعات الحكومية يطالبون بإنصافهم وشمولهم بقانون 67 لسنة 2017 الذي اقتصر على تعيين الثلاثة الأوائل وأقصى بقية العشر الأوائل من حقهم في التعيين. هديل تقول: العشر الأوائل أمانة في أعناقكم، لا تخونوا الأمانة. تغريدة لدينا من ميلاد تقول: الخريجين العشر الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 يطالبون رئيس الوزراء بإنصافهم وشمولهم بالتعيين ورفض مؤسسات الدولة بهم. وتغريدة أخيرة من نبأ تقول: العشر الأوائل على الأقسام شريحة مظلومة وتم حرمانهم من حقهم بالتعيين. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلوا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.